على سما المصري، سما المصري خصوصا وأنك كنت متزوجة من أحد النواب التابعين لجماعة الأخوان المسلمين في مصر، يعني أنت عشت مع هذه الجماعة ومن ثم انقلبت عليها وهزأت بها وتخطيت كل الخطوط الحمر مع قيادي تلك الجماعة بالأسلوب الذي شاهدناه منذ قليل. ما الذي دفع لسما المصري إلى فعل ما فعلته؟ أولا أنا حكيت أن أنا كنت متجوزة واحد، أنت تقصد أنور البلكيمي النائب السلفي؟ نعم. دي كانت إشاعة وأنا طلعت كذبتها، وهو بعد فترة طلع كذبها وقدم فيها بلاغات وأنا قدمت فيه بلاغات وكده، هو تنازل وانا في الاخر مرضتش اتنازل، يعني تقريبا النيابه حفظت تحقيق لاني ما بشرتوش. ده اول حاجه ان انا ما كنتش متجوزاه. تاني حاجه انا ليه بهاجمهم؟ انا قبل ثوره 25 زي ناس كتير ما كنتش بفهم حاجه في السياسه خالص، كانت حياتي هي في الفن وبس، ويعني حاجه محدوده في الفن، كنت لسه في بداياتي. فجه لما مرسي اتكلم عن المانجا بعد ما جه، انا طبعا انتخبت الفريق شفيق عشان الدوله مدنيه، ما انتخبتش مرسي. فلما جه مرسي قلنا مفيش مشكله عادي، يعني ربنا اراد كده خلاص. هو بدا يتكلم عن المانجا وان المانجا رخيصه فانا استغربت، يعني الناس هتطبخ مانجا؟ فجيت بعد كده جت في دماغي فكره، كنت بسمع اغنيه اسمها كده العزله انا من يوم، فحطيتك وطلع بعدها خيرت الشاطر قال مشروع النهضه طلع فنكوش، فانا خدت كلامه كلام مرسي عن المانجا وركبت منه كلام كده انا اللي الفته ورحت حطها على اللحن ده وصورتها عندي في البيت ونزلتها على اليوتيوب. ما كنتش اعرف انها تعمل الضجه دي الحقيقه. ولكن هناك من يقول من وراء سما المصري؟ يعني سما المصري تتعمل كل اللي عم تعمله مش من راسها، وطبعا هناك من غطاء يغطي سما المصري، يعني يحميها كفر. من هو هذا الكفر؟ انا مش عايزه اتكلم كلام شعارات وكلام الناس تقول، مش انا يعني انا اللي بيدفعني حب للبلد لا اكتر ولا اقل. انا لا انا تبع حزب ولا تبع حركه ولا تبع حاجه، انا واحده متغاظه جدا من اللي كان بيحصل، فكنت بعمل اغاني مع ان كان بيجي اللي بتعمليه من راس ومن اساءات ومن تدعيس على الاعلام ومن ايحاءات. تقولي لي ما في ايحاءات، يعني كله ايحاءات. حلو، هل هيدا حلو؟ بعرف حلو، بس هل هيدا هو حب للبلد ولا اساءه لصوره البلد؟ اولا انا يعني حكايه اساءه لصوره البلد دي ما فيش واحده مصريه حتى ما اقدرش اشك في وطنيه حد يقدر يسيء للبلد. تمام، دي حاجه. تاني حاجه انا ايحاءاتي كلها في شكل كوميدي، يعني انت لما عملت اغنيه ابو اسماعيل بتاعت هتقول لي تلمي يا بيت يا غازي هقول لك حمرا يا زعيم البلطجيه، ما هو ده في شكل كوميدي برضه. وعيب يا مور سيكا يا ابو صباع بطل. لا انا بقدم الموضوع بس بشكل الكوميديا لا فين؟ لا انا وانا يعني باللي بنشوفه دلوقتي الكوميديا فين؟ لا انا في الكليبات، هات لي كليب واحد انا لابسه فيه لبس مكشوف او بقول ايحاء بشكل يعني سكسي، لا خالص، كلها بشكل كوميدي. يعني الايحاءات اللي الناس بتقول عنها انها حاجات مبتذله بقولها بشكل كوميدي. بس هي حاجات مبتذله صح؟ ما انا بعملها فور انترتينمنت، ما بعملهاش فور حاجه، يعني انا مش انا فور مش شو؟ انترتينمنت. يعني انا مش يعني مش بعمل كده اقوم اشجع ناس يقوموا نازلين ايه المظاهرات. منه يعني هذا يعتبر بلد صديق، يعني له سفاره موجوده في مصر، يعني لما دستي على العلم الامريكي لم توجه اليك السلطات المصريه اي انتقاد او سئلتي في هذا الموضوع؟ اولا انا لو طلت ادوس على امريكا ذات نفسها وهي بتقول الكلام ده عن مصر وهي بتقول ان حصل في مصر ده انقلاب، انا كنت دوست عليها مش بس على العلم بتاعها. وانا قصدت ان انا اروح احرق العلم قدام السفاره بتاعتها عشان اقول لها اهو انا بحرق علمك قدام بيتك، فاهم؟ لان حرق علم انا وانا كنت بحرق علم امريكا كنت حاسه بحرق علم اسرائيل، لان هما اللي بيعملوه اوفر بجد، يعني باترسون اللي عملته واوباما اللي بيقول عليه بجد زياده عن اللزوم. فيعني انت مستكتر عليا ان احرق علمهم؟ ما اعمل ده، انا لو طلت احرقهم كلهم في جسمهم هحرقهم. جري انا هتسجن انا يا جدعان. هتتسجني مع مين؟ اليوم السجون مليانه في مصر، هتختاري تقعدي حد مين اليوم اذا سجنوك في مصر؟ هتقعدي حد مين؟ بصراحه هتسجن مع مبارك. لا ما هو خرج خلاص. لا لسه محبوس في المستشفى. في المستشفى؟ لا صار اقامه عامل عينه بقى ويحبسني. لا هو صار اقامه جبريه. اذا دعوك انك تنسجني بسجن مع القيادات المسجونه هلا من الاخوان المسلمين تختاري؟ لا انا مش هتسجن مع الرجاله، انا نفسي ام ايمن يتقبض عليها وتسجن معايا. ايه
ما عشان انت عايزه اروقها بصراحه. ما انت اخت الرجاله مثل ما بيقولوا، نحن اخت الرجال عندنا. ما ينفعش اروح اسيب وسط الرجاله ابدا. اروح مع واحده ست، فانا افضل يا ام ايمن يا بكينيم، بس ام ايمن اكتر يعني عشان بحبها قوي، فلازم يعني. معك علم مصر؟ علم مصر طبعا. معك صوره الفريق السيسي؟ حبيبي الملايين السيسي ده. على فكرة عايز أقول لك على بتعتبري إنه ممكن يكون الفريق السيسي هو جمال عبد الناصر مصر؟ هي الثاني. احنا فعلا معتبرينه في مصر هو جمال عبد الناصر الثاني فعلا، لأن هو راجل بصراحة يعني ما خيبش أملنا كلنا، ويعني صدق في الوعد اللي وعده إن هو يعني هيرجع مصر للمصريين، يعني هو رجعنا مصر. قد إيه وصلتي باللي عملتيه؟ لا بس عايز أقول لك على حاجة، بس بمناسبة صورة الفريق السيسي، أنا وأنا جاية المطار اللبنانيين كلهم ما كنتش عارف انهم يعني انكم بتحبوا الفريق السيسي كده، والله كلهم طلبوا الصوره وانا وعدت بيها واحد في الفندق، فانا هديها له بقى وانا ماشي، بس عندي منها كتير يعني. ليش اخترتي هيدا الواحد بالفندق تحديدا من بين كل اللي طلبوها؟ عشان انا قلت له يعني انا ما كانش ينفع اديها لحد في المطار علشان عايزه اجي اصور بيها، ففي الفندق قلت له بعد التصوير اديها لك، لان ما اعرفش اللي في المطار، لكن الفندق اعرفه اسمه قاسم. انت متزوجه اليوم؟ لا انا مطلقه حقيقة. عندك عريس؟ طب يا جماعة والنبي مأذون عشان طونيا يكتب عليا دلوقتي. سما كان عندك برنامج على قناة الفرعين وقفوا لك صح؟ لا ما حدش وقفه، هو الحقيقة البرنامج اللي كان على قناة الفرعين أنا قدمت الفكرة لدكتور توفيق عكاشة وهو قبلها وكل حاجة، بس كان أيامها بقى هو بيتعرض للسجن وكان يعني بيروحوا له عشان يقبضوا عليه في القناة وكده، فما كانش فاضي إن هو يهتم بالموضوع، فالناس اللي كانوا هناك ما ريحونيش فمشيت. طيب لكن اليوم ما اترفضش. اليوم بيقولوا إنه كل اللي عم تعمله اليوم سما المصري هي لتصال فنيا ولا تنشهر، يعني مش حب يعني مش حب بلد، مش حب وطن، مش وطنية، بقدر ما انت كل اللي عم تعمليه لتصيري محط انظار وتحت الاضواء بالنسبة للناس يعني. تلفتي الانتباه، فلقيتي انه هيدا الاسلوب افضل اسلوب لتلفتي الانتباه فيه. اولا انا ما اسمحش لحد مهما كان ان هو يقول ان انا مش حب للوطن، لان انا في اغنية كلها لما هاجمت سياسة مرسي وسياسة ابو اسماعيل وسياسة غيرهم وانزيل، عمري ما شككت في وطنية حد ولا قلت لواحد فيهم انت ما بتحبش البلد، لا انا اتكلمت عن سياسته مش عن شخصه هو كمان، فانا ما اقبلش اي حد مهما يكون ان هو يشكك في وطني. كأن بقى ان انا بعمل ده عشان الشهرة، اولا ما فيش اي واحدة عاقلة في الدنيا هتتشهر على حساب حياتها، يعني انا جالي تهديدات كتير وناس طلعت عليا على الدائري قبل كده، بس طب ليه ما نفذوا؟ يعني اذا انت اليوم مظبوط انك مهدده ليه ما نفذوا؟ لانهم جبنة، التيارات الاسلاميه كلها عندنا في مصر وتكاد تكون في العالم كلها جبانه. هذا كلام؟ لا مش كلام، دي حقيقه يعني. هو هيدا كلام، هيدا كلام يعني. اليوم انت تقولي هيدا الكلام يعني انت في حدا داعمك، في حدا مغطاكي، في حدا ما تقولي اقول ايه يعني اليوم كلنا بنعرف اذا بدهم يوصلوا لك بيقدروا يوصلوا لك، يعني اي انسان او مواطن عادي اذا بده يوصل لك بيقدر يوصل لك، يعني كل اللي عملتيه وكل التشهير وكل الاساءات اللي اساتي لها، خصوصا كمان في بعضهم رجال دين، يعني كمان انك زي ابو اسماعيل واحد منهم، ابو اسماعيل، فانه تعملي كل اللي عملتيه وما حدا يقدر يطالك بورده، يعني في سر كبير. والله انا اللي يعرف عني ان انا حد بيشغلني يجي يقول لي هو مين، وبعدين اللي هيشغلها يعمل لي حاجه رديئه كده فقيره جدا وانزلها على النت، طب ما يساعدني بقى ان انا انزلها على القنوات ويبقى الموضوع اكبر، يعني ليه هعملها بالامكانيات الضعيفه دي وانزلها على النت؟ طب ما اللي يصرف يصرف بقى، اللي بيعمل سبورت يعمل سبورت، ولا هيقولوا دي كمان عاملاها عشان ما تبانش ان في حد وراها؟ بكره شو؟ نشوف بكره شو؟ بكره شو؟ يعني انت اليوم عم فتحتي مسيره بعد معنا وقت، بعد معنا 27 ثانيه فتحتي مسيره، هلا مسيره بتعتبريها فنيه؟ هعمل ايه بكره يعني؟ ايه بكره؟ لا انا مثلت في، عملت اغنيه في فيلم اسمه نظريه عمتي، انا في حياتي الفنيه برضو مهتميه بحياتي الفنيه، مش سايبه كله كده اغاني لانها حاجات بتنزل على النت، بس انا عايز اعمل برنامج ان شاء الله على التلفزيون، هعمله ان شاء الله قريب. شو اسمه؟ لسه يعني، ممكن يبقى اسمه الدور على مين؟ الدور على ولو جه عليك الدور بقى يا حلو. كلمه اخيره سما. أنا أحب أقول لمصر والمصريين يعني إحنا هنقضي على بمناسبة الإرهاب اللي بيحصل الأيام دي في البلد، الإرهاب يعني أنا ما حضرتوش قوي في التسعينات يعني كنت صغيرة، فالإرهاب عمره ما استمر والعنف عمره ما بيأدي لنتيجة، وإحنا هنقاومه للآخر، وطول ما ورانا الجيش والشرطة بتاعتنا والقضاء العادل
يبقى احنا ان شاء الله هنبقى كويسين. واللي لابستيه اليوم يعتبر ارهاب شو؟ اللي انا لابساه ارهاب؟ انا في بيروت يا اخي حرام عليك. اذا بيروت يعني مش فاهم، اذا بيروت ارهاب؟ حدا قال لك قماش غالي؟ لا بس ارهاب لطيف حنين يعني، ارهاب لذيذ مش ارهاب ما بمسكش مدفع انا ورشاشه وموت الناس.